تمديد قرار لدرس الملف مشان الإقامات بهولندا. أصدقائي يسعد لي أوقاتكم. هلأ الكل بيعرف أنه هذيك السنة طلع قرار أنه أي حدا بده يحصل على الإقامة لازم ينتظر 15 شهر أو سنة ونص لحتى تجي الموافقة أو لدرس الملف، على أساس أنه ب 2023 راح إذا صارت الأمور تمام وما عاد في ضغط راح ينزلوا المادة أو راح يرجعوها مثل قبل. فأصدقائي الإيندي عندها يعني بتكون تقولوا شي 50,000 طلب لجوء وكله متراكم، فطلبت إنه يتضل كمان تضل هالسنة على 15 شهر وما تنزل المادة. طبعا هلأ قال الوزير تبع اللجوء قال إنه إذا صار في تحسن بهي السنة، صار في تحسن والإيندي قدرت تحل هذا الموضوع بشكل أسرع، فممكن ينزل المدة من سنة ونص أو من 15 شهر لست شهور أو لأقل من هاي الفترة. فأصدقائي هلأ مبدئيا هذا القرار يعني تم تجديد العقد مثل ما بيقولوا 15 شهر كمان هاي السنة، أوكي؟ يعني بعده الوضع على حاله، إذا صار في تحسن أكيد راح تنزل المدة. هلا اكيد انا هذا الخبر مثل ما تكون شايفين انتم هون اصدقائي، كل شيء كاتبينه بالصحف الهولندية انا عم بنشره وعم بقوله لحتى الكل يكون عنده اطلاع عنده فكره بالموضوع. فاصدقائي بتمنى لكم كل خير والتوفيق، وان شاء الله هلا في شغله كثير مهمه، مو ضروري الواحد يستنى 15 شهر، لا اصدقائي، هن 15 شهر قايلين انه خلص مشان ما تيجي تسرعنا مثلا انه لقيمك لقيمك، فهن حاطين 15 شهر انه مشان ما حدا يداينه او ما فيك ترفع دعوه. فان شاء الله الواحد بيحصل على الاقامه الخمس سنين خلال اقل من سنه. فاصدقائي لهون انا بكون نهيت الفيديو، بتمنى لكم كل خير والتوفيق، ان شاء الله يكون كان كله واضح. اي حدا عنده استفسار تعليقات قولنا تحت التعليقات، بحبكم كثير وباي باي.